في الحقيقة شاهدت ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي فيما يخص صابونة دوف واحتوائها على مواد مسرطنة، وهذا غير صحيح. الصحيح هو ما تم نشره في الموقع الرسمي لهيئة الغذاء والدواء الأمريكية من التحذير من استخدام بعضا من منتجات الشامبو الجاف، وهذا النوع يختلف اختلافا جذريا عن الصابون أو حتى الشامبو الاعتيادي. الشامبو الجاف الذي تم التحذير منه هو منتج بديل عن غسل الرأس بالشامبو والماء، يقوم بامتصاص الرواسب والدهون على فروة العالقة على فروة الرأس، فيبدو الشعر نظيف ومنتعش من جديد. يستخدمه البعض بعد التمرين وفي الأجواء الرطبة، ومن يستخدم صابونة دوف يستمر في استخدامها وهي آمنة ولم يتم التحذير منها حتى الآن. وندعو أيضا لتحري الدقة في نشر المعلومات وأخذها من مصادرها الرسمية، سواء كانت عن طريق هيئة الغذاء والدواء الأمريكية أو السعودية، والتأكد من الأطباء المختصين عند نشر أي معلومة طبية مستقبلا في وسائل التواصل الاجتماعي. حفظ الله الجميع.